بسم الله الرحمن الرحيم. معكم بالعيد منشقي مباشرة من حي عديد. هذا واحد اجتماع ديال عصبة مدينة الدار البيضاء، وبعد المجهودات لهذا المكتب هذا باش على حساب مسابقة ديال مدينة أرغانا وبعض الاحتياطيات الهامة لهذا المسابقة بما يتعلق من الجو ترونسبور وغير ذلك. ونمشيو عند الاخوان ديالنا نشوفوا واش كيقولوا في هذا الاجتماع. غادي يمشي الطوموبيل تمشي الطوموبيل تبغي تمشي على الكانيو تلقى لي واحد الاخر على الكانيو. عارف البلاصه جوج غرفات ما تسناش الستاسيون كتسنى كيما درنا هاد الاسبوع مشينا كنتسناو الاخوان مالو كنقيلو اللي دخل مع دخل اخذ لي صوص كان وهذا جمع لهم صوص اخذ لي خمسه انا وهذاك خمسه راه ماشي معطل لا شويه باقي الوقت عندك باش يجي ولكن الحمد لله كانت واحد الكونفوا مزيانه واحد الكونفوا بلاصي مزيانه دابا شنو الاخوان ما تشوفوا عندنا يطوع يمشي لا عنده حتى هذا خويا باغي يلعب بها واقيلا ما يمكنش ليه واش هو مضارب مع البانيه ديالو غادي يدير حكام. هادشي اللي كنقول الله يرحم الوالدين زعما ما يعيدوش العهد ما تعطيهش المسؤوليه جوجهم راه البيضاويه مثلا حكم البيضاويه البيضاويه خليه محكم مسكينه كاين الباب اللي ما كيتحلش ليه كيولي اللي مضارب معاه. الا كنهضروا على لوكاليزاسيون ديك الساعه دابا غير شخص ولا هذا غادي نشعل على لوكاليزاسيون هذاك الشخص اللي تنطلبوه يكون ما كيبقاش فيه شي بانيكي
لا فوز لا 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 كل شيء جمعية تكلم كل شيء من 15 إلى 12 المهم أنا قاوم شو جوج جوج دار لهم قرعة ولا شو باش نروح جوج شو اللي قلت أنا حلو شكون شي تحب تقول لي ماشي ويغرا ولا زمان حنا اللي غير أنا يعني كيف لينا بحال حتى شي واحد ما بغى ياخذ الفاتيره وين ودا خاص عزيز اسمح لنا اخي دوات كيف لينا حتى واحد ما بغى ياخذ الفاتيره ماشي 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 سميتو يعني هنا كيما اللي كاين تخوف حتى واحد ما قدر ياخذ مسؤوليه لا حيت دابا الظروف كتختلف لاشي الاولى ماشي بحال الثاني دابا كاين عامل الطقس وهادو المناخ الى اخره انا كوما كنت عيا باقي عيا من تمشي والله تعجبني داكشي نمشي ولكن ديك الطريقه والله ضربناهم حتى واحد ما يمشي دابا حتى انا شحال محاوله درت حتى واحد ما يمشي علاش كيبين هذا كلشي خايف من المسؤوليه انا شوف انا جاي على اساس اني موجود لوي باش ناخذ واحد من الكونفويور ولا جوج من الكونفويور وبنتي ميك بغا يطوع اي واحد من الجمعيه يمشي مرحبا راه كاينين عندي كوميسار ديال لاج باش اوكا وقعت هذه المساله حتى شي واحد ما بغى يمشي راه كاين معامل كننسخو شي ليك الله يخليكم لي كونفويور عطينا واحد نبغي يكون بلا واحد فيهم المهم بور لاشي ديال اركانه بور لاشي ديال اركانه بغيت واحد اللي غيجري الامور معنا عطيونا واحد واش المشكل راه كنقولوها بعدياتنا هي عار ماشي تعطيش انا شكون جيت واحد ومن ناحيه السفاره شي راه عطيو شي لا 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 نوريك شي فور لا والو راه زعما غيكون سهل شفت داك الشيء راه هذا الشيء راه ماشي سهل راه غيكون في عوانكم راه خاص تضبط الامور راه ماشي تولا دابا غير كوميسير ولا شي واحد عليكم لورغانيزاسيون ديال الناس كلهم غادي ستة أشهر سي يوسف أنا كنقترح خالي ترى شو تجريتهم على الأول خسروا القضية التغازل تجريتهم 70 عام ديال الأبطال وخسروا القضية التغازل أش غتقول؟ ترى ما فينا تجربة ولا داكشي بحال الجو ما عرفوش شنو غتسير الله؟ اوكي ما يجي هنا لاخر غيجي هنا وهذا جاي
ولهذا كنتمنى من هذا السيد اللي غادي يكون هنا ولا هذا السيد اللي غادي يقدر يراقب هنا، كنتمنى الترونسبور ديالو يكون هنايا وهذا الترونسبور ديالو يكون هنا. علاش؟ هذا غيتم جاي من هنا، جاي من هنا، جاي من هنا، وغيدخل هنا حدا كاميو، وهذا كذلك غيتم جاي وغيدخل هنا حدا كاميو، وليكونوا في البلاد، وليكونوا في الوسط، غير المهم يشوفوا كيفاش يديروا لهم غير، لان شوف حاجة واحدة، حتى شي واحد ما يقوم حدا الفريق، هما تبريباراو من دو هذا كلشي هنا، غادي تقعد عندهم شي بوست صفر ماشي مشكل. الوقت غادي يصبر شويفو كلشي التحق البانيات ديالو، يعني مكاينش اشكال. انا لاحظت شي مسائل، انا ما كاينش عاود انا شكرا. ونزيدو على مسألة أخرى، وهادي بالنسبة للبانيات اللي غينزلو من الكاميوات تكون الواجهة ديالهم كتشوف الجهة الأمامية، ما نبغاش نشوف الجهة اللي من هنا. مازال بالنسبة للرومور اللي كاينين مخططين كيكونوا الحمام غادي يخرج من هنا والحمام غادي يخرج من هنا. والانسان اللي عنده البانيات بغي يشوف التسليمه بحال اللي كان دار تعطيش بالنسبه تبارك الله هذاك الشيء كلشي كيشوف هنا، حيت هذاك السيد غادي يجي يوقف هنا غادي يحل غادي يدير لكم بيه غنمشيو لهنا حتى شي واحد بالنسبه لكم غير شي واحد بين قاعده زوج البانيات زوج السير كامل اللي عنده وينسى المسائل ديال لاسوسياسيون ديالو، يقدر يهضر معاك يوصل تيفين وكيدير الامور الى غير ذلك، ولكن خاصو يدير بال بانه غادي يطلق مع المجموعه، خاصو يمتثل الاوامر ديال ديك المجموعه، ماشي راه حيت يقدر واحد من المكتب من هنا من الكوميتي كيصدع فيه لا كذا هذا، راه هادشي باش وقع التخلف في الاشكال. المهم الله يجازيكم بخير. السيد هشيم والسي يوسف كيخص التقرير. لا راه معاهم طارق عزيز انت ملي درتي العصبه، كاين شي مسائل خصهم يقضيوها الناس ماشي يديروا اللي بغاو. راه انت دير اطار تاع الوصفه خص الناس تسمع وخص كل رئيس يفهم الجمعيه ديالو راه ما بقيناش ديال الوصله راه الناس مرافقه كاين شي جمعيات ما غاديش كاين شي جمعيات ديما كاين هذيك الاله الاعلى ولكن لا ما بقاتش هكا خاص الانسان يكون انا في اطار مجموعه راه ماشي نجيو نلقاو 20000 ولا 30000 وكذا راه ما يمكنش راه ما يمكنش يا خوتي الا ما كناش كنا شويه ديال التنازلات الى غير والمهم انا كنرشح جوج الناس اللي شاطر فينا الراي راه ما خليهم ما يتكلفوهم بقاو معاهم
وكونتاكت باش نجحوا هاد التلقى. ولا سومين بروشين ان شاء الله عاوتاني جوج ناس اخرين وهي غاده. واللي بغى يمشي من اطار المكتب يتبرع ويمشي ما كاينش اشكال. كانوا مزيانين بقاو دايرين. هما يفهموا بعدياش ما عرفتش الامور كيفاش دازت كنت مع بعض الامور عاوتاني ونحبوا. كاين شي ملاحظه كاين شي حاجه؟ كما شاهدتم معنا دواء اجتماع بالنسبة لي كونفوايور وجوج الأشخاص اللي غادي يتحملوا هذا المسابقة. وبالاسم ديالي بالعيد المنتقي الناطق الرسمي لعصبة مدينة الدار البيضاء نستودعكم الله وإلى اللقاء في مناسبة قادمة بحول الله ومع اجتماع آخر. إلى اللقاء.